طب ايه الفايدة من المسطرة؟ ممكن استعمل الدليل مباشرة. طالما في دليل لشوء المسطرة، ما انت كده يعتبر ما عملتش حاجة عشان الحرف بتاع الخشبة مش عدل. كده كده ايه الفرق بين القضيب المستقيم اللي استخدمته ودليل المنشار؟ ما الاتنين واحد، الفرق انه اطول، يعني برضه مش هيديك حرف عدل ولا ليها اي لازمة واستعراض. استعمل الدليل الجانبي فقط كفاية. اشك انها طريقة صحيحة، في خدعة في الموضوع. والله ما فهمت الطريقة، وليه المسطرة ولما لا يكون بالدليل دخت يا عمدة. أشك أنها طريقة صحيحة، في خدعة بالموضوع ولا ليها أي لازمة واستعراض. استعمل الدليل الجانبي فقط كفاية. طالما في دليل لشو المسطرة دخت يا عمدة. بس احنا يلا بينا نبدأ مع بعضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. الحلقة دي ضرب نار، لان جت على الريلز اللي عملناها شوية تعليقات تستاهل نعمل لها حلقة لوحدها. السؤال كان بيقول لو عندي خشبة غير مستوية الجنبين او الطرفين، ازاي انضفها واظبطها لو ما عنديش ربو؟ طبعا اضطريت في البداية اني اقص خشبتين بشكل عشوائي سريالي امبريالي عشان نشرح عليهم. ما عنديش خشب ينفع اشرح عليه النظرية المختلفين عليها النهاردة. انت مالكيش لازمة، شكرا لك. ويوم ما تفكر تنشر لازم تصيب. وادي الخشبة اللي هشتغل عليها. زي ما انتوا شايفين انا مبالغ شوية في تعريج الاجداب، ومتفقين ان الجنبين غير مستويين، بس في بقى نوعين من التعريج في اجناب الخشب. خلينا نشوف الخشبة دي فيها ايه. النوع الاول ان التعريج تكون مقعرة لبره، وبالتالي الخشبة ملهاش وزنة ثابتة بترقص معايا. والنوع التاني اللي هي التعريج المحدبة لجوه، واللي بتخلي الخشبة ممكن تبقى ثابتة على نقطتين او اكتر. فده جنب محدب واللي فوق جنب مقعر. ماشي كده الكلام؟ خلينا نبدأ بالخشبة دي ونشوف هنستعدلها ازاي. نروح على منشار الطاولة، ادي اول مثال، وبحدد بقى الجنب الاضبط عشان يبقى هو الاساس بالنسبة لي. اهو الجنب ده ثابت. بستعمل بقى مسطرة طويلة او سدابة الامونيوم مستقيمة بشرطين، انها تكون اطول من الدليل وانها تكون طالعة برة الخشبة قبل ما ادخلها على القرص، بحيث بقى اقدر اتحرك بالاتنين مع بعض بدون اي مشاكل. اهم تعليق كان جالي ان ممكن تحرك الخشبة على الدليل نفسه. تعالوا نتخيل ان انا همشي على الدليل بتاع المنشار. مجرد نتخيل. زي ما احنا شايفين تعريج الخشب كل شوية هتتسبب في تغير مكان الخشبة على الطاولة. الخشبة هتروح وتيجي حسب شكل الجنب الغير مستوي. الخشبة هتبقى بتضغط او بتبعد عن السلاح، وده خطر جدا جدا. يا كيك باك يا هيبوظ الموتور بتاع المكنة. اهي الخشبة علقة في الدليل لان التعريجة طاعة البراء قوي، لكن مع المسطرة الخشبة ثابتة عليها من كذا مكان وبيتحركوا مع بعض كأنهم قطعة واحدة. حتى لو هتتحرك بالخشبة بس، فالتعريج البرزة في الخشبة مخليها تمشي ثابتة، فما بالك بقى لو بتتحرك بالقطعتين مع بعض. فانا هبدأ احط المسطرة والخشبة واختار الجنب. لو حطيت الجنب المحدب هيرقص برضو مع المسطرة، يبقى ما عملناش حاجة. فببدأ بالجنب المقعر الموزون، بظبط بقى المسافة على أصغر عوجة في الخشب داخل لجوه، وبقرب المسطرة وبعدين الدليل، وببدأ بقى بسم الله أقص الجنب الأول. مهم جدا إن حركة إيدي توزن بين الخشبة والمسطرة عشان دايما يتحركوا مع بعض، او على الاقل الخشبة دايما تكون جوه حدود المسطرة. كده انا سويت اول جنب وبقى مظبوط. هستغنى عن المسطرة وبمنتهى الثلاثة والاربعة والخمسة هقدر اساوي الجنب التاني. دي مش محتاجة كلام، ولكن فيه ملاحظة رفيعة. انا كده سويت الخشبة من الجنبين وبقوا متوازيين تمام، لكن الملاحظة الرفيعة بقى هي ان مش شرط تكون الاطراف دي او اللي هي القورة قائمة. انا بس استعدلت الجنبين دول. المفروض بقى انا باخدها الخشبة دي على المنشار الرأسي اخلي الضلعين الباقيين قائمين.
طبعا الطريقه اللي بنشرحها النهارده دي بنستعملها مع الخشب الطبيعي اكتر لانه هو دايما اللي بيكون فيه مشاكل، لكن احنا بس بنشرح على خشب الكونتر للتوضيح. نخش بقى على النوع الثاني من الاخشاب الغير مستويه. النوع الثاني بقى ان الخشبه غير مستويه من الجنبين زي ما احنا متفقين، لكن الجنبين بتوعها محدبين للخارج بصوره غير موزونه بالمره، مفيش نقطتين نوزن عليهم الخشبه، ودي بقى بتكون مشكله وليها طريقه تانية خالص هنشوفها ونشرحها. الجنبين محدبين وخطر بقى اني استعمل الطريقه الاولى. في بقى طريقتين، لو انك بتصادف المشكله دي كتير شغال يعني في خشب طبيعي ودايما بتقابلك المشكله دي، لازم يبقى عندك جيك مخصوص للحاله دي. ده الجيك اللي كنا عملناه قبل كده لشطف الرجلين، هسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. برفع بقى السدابه بتاعته وبحط الخشبه تحتها وبقرط عليها كويس، وباخد بقى الجيك بالكامل واظبط ارتفاع السلاح والدليل وابدا اكل جنب من الخشبه الاول. لو مش عايز تعمل جيك او ان المشكله دي مش بتقابلك كتير كل فين وفين، فالطريقه الابسط هي انك تستعمل خشبه عاديه بس متاكد انها مظبوطه، وببدا بقى احط عليها خشبه اياها واثبتها فيها. طرق التثبيت اللي في بالي دلوقتي هي كالتالي: هستعمل خدام بنك بالشكل ده تثبته في الخشبه اللي تحت وتمسك بقى بيه الخشبه اللي فوق. ممكن تستعمل اللزق الدبل فيس يعني بين الخشبتين امسكهم في بعض، ممكن الزق التيب الورقي العادي مع السوبر جلو زي ما احنا بنعمل دايما، ممكن لو مش فارقه معاك تضرب مسمارين وتخلص نفسك زي ما انا هعمل دلوقتي. تمام كده الخشبه ثبتت، وهبدا بقى اظبط الدليل وارتفاع المنشار واقص اول جنب. قصينا اول جنب، بنفك المسامير، طرف مستوي وزي الفل. ونرجع بقى نظبط الدليل تاني ونشيل الجنب التاني، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وزي بقى ما قلنا لازم نتاكد من قائميه الاطراف، ولو محتاجين تعديل ايوه المنشار الراسي موجود ومش هيقول لنا لا. بدعوكم للاشتراك في صفحتنا الجديده على الفيسبوك، صفحه مع العمده، هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو. ولو مش متابعنا على الانستجرام فانت فايتك كتير، يا ريت تشرفنا. لو طولت عليكم سامحوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعولي، وانتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم. بس يوم ما تنشن لازم تصيب، لازم تصيب، لازم تصيب، لازم تصيب.